أسعد الله أوقاتكم. لكل يوم من أيام الأسبوع كوكب يحكمه. هذا الكوكب له طاقة معينة خاصة به. سأتحدث في هذا الفيديو عن يوم الاثنين وعن الكوكب الذي يحكمه وما هو اللون المناسب لارتدائه في هذا اليوم. يوم الاثنين يحكمه كوكب القمر. الألوان المناسبة لارتدائها في هذا اليوم. اللون الأبيض واللون الرمادي واللون الفضي واللون الأزرق والسماوي. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.